قبل أن ننتقل إلى عقوبة الجناية، وجب أن نشير أن المحاولة في الجنح غير معاقب عليها قانونا إلا إذا جاء النص عليها صراحة في القانون. بالنسبة لجنحة تسريب مواضيع الامتحان أو جنحة الحلول محل المترشح، فإن المحاولة لارتكابهما معاقب عليه قانونا بنص المادة 253 مقرر 7 من قانون العقوبات، يعني أن مجرد محاولة ارتكاب الأفعال السابقة يؤدي لصاحبه إلى تلقي نفس العقوبات المقررة للجريمة التامة، وعليه فإن المحاولة في الجنح المذكورة معاقب عليها قانونا بعقوبة الجريمة التامة. بالنسبة للجنايات، الجناية التي سبق ذكرها وهي جناية الغش المفضي إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان، قرر لها المشرع عقوبة السجن المؤقت من 7 سنوات إلى 15 سنة، والغرامة من 700,000 دينار جزائري إلى 1,500,000 دينار جزائري. هذا بالنسبة للجناية، ولم ينص المشرع على أي ظرف مشدد للعقوبة بالنسبة للجناية، وإنما ظروف التشديد خصها بالجنحة فقط دون الجناية. الجناية عقوبتها دائما هي من 7 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة من 700,000 إلى 1,500,000 دينار جزائري.